هذه ضربة، هاي ضربينها جراد، وهذه في البيوت. ها مر حسين التمن، هذا هو القصف من قبلهم. في مدينة الزنتان بتاريخ بتاريخ 18/3/2011 كانوا متمركزين في هالمنطقة، لكن بفضل الله حررت يعني إن شاء الله. شيء هو في نفس المكان اللي ابن التمن، هذا طلقات ال 14 ونص، هذا طلقات ال 14 ونص صافي يعني ضرب. بيت هذا من الجهة الأخرى، هذا عقاب شاحن عليهم، هذا عبد محمد عبد الكريم التمن، حتى هو نتيجة قصف الواحد، هذا زجاج هذا مكسر يعني هنيتها دخلوا ها هو هذا احد القذايف، هذه جرة الدبابة تبعهم، هذه جرتها و14 ونص وما خلوا فيها ما ها هي ها الدبابة، هذه خليفة الدبابة، هذا قليل من 14 ونص ها هو، هذه دخيلة 14 ونص بجميع انواع الاسلحة وجميع انواع الاعتاد الشعب الأعزم. وهذه الأشجار كسروها خربوا فيها، ها ها هي ها هاي الأشجار، هذه أشجار شوف شوف الأشجار كيف مشت، هذه بالدبابات بشوف الدبابات وجرة الواحد ها، هذه في مزرعة ابناء التمن، هذا حتى واحد البيوت منازل يعني هدمت، ها شوف 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 الفظاعة.